السلام عليكم يا شباب، هنبدأ نتكلم في آخر أوبتمايزر معانا وهو الأدم، وهو طبعا الأفضل واحد فيهم. الأدم ده اختصار لإيه؟ لأدابتيف مومنتم استيميشن. طبعا الأدم ده بيجمع ما بين أفضل اتنين أوبتمايزر اللي هو المومنتم والآر إم إس بروب، فبياخد من المومنتم اللي هي الفيلوسيتي السرعة، تمام، ف بيحسبها معاه بحيث ان هو يقلل النويز، وبياخد من الار ام اس بروب اللي هو الليرنينج ريت، حته الايتا اللي احنا اتكلمنا عليها، الليرنينج ريت اللي هو بيعمل لها ابديت عشان يوصل بسرعه. فبياخد المميزات من هنا ومنين ومن هنا، اللي هو من الار ام اس بروب افضل واحد، بياخد منه حته الليرنينج ريت اللي هو قلنا عليها مش فيكسد، بتكون دايناميك، ومن هنا من المومنتم بياخد حتة الفيلوسيتي ان هو بيحاول برضو ايه يقلل النويز ويخلي الموضوع سموث، تمام، فكان بيخلي الدنيا سموث وكان سريع برضو. صح، تعال بقى نشوف الايكويشنز عامله ازاي. فكان بياخد من المومنتم الايكويشنز بتاعته، يعني انا هنا ده المومنتم، هيبدأ ياخد الايكويشن بتاعته. المومنتم احنا قلنا كان شغال velocity، فكان بيحسب السرعات، صح، فكان بيحسب ايه، في مين، في دا في دي دبليو تي، صح، تمام. فدي كانت بتحسب ازاي؟ كنا بنقول بيتا 1 في مين، في في دي دبليو تي ماينس ايه، ماينس 1 زائد 1 ماينس بيتا 1، تمام، في دي ال بالنسبة لمين، لدي دبليو تي ماينس 1، مظبوط كده، تمام. اللي هي بتاعت المومنتم هنفتكرها مع بعض، فده ال v الفيلوسيتي بتاعت الويت، فكان بيقول بي 1 في مين، في في دبليو في دي دبليو تي ماينس 1 في 1 ماينس بي 1 في دي ال على دي تي ماينس 1. ونفس الكلام كان بيجيب مين، كان بيجيب ال v بتاعت دي للبايس، يعني احنا دي جبناها للويت، انما هنا دي هنجيبها لمين، للبايس، فكانت بتساوي البيتا اللي هي بي 1 في مين، في في دي بايس تي ماينس ايه، ماينس 1 زائد 1 ماينس بي 1 في مين، في دي ال بالنسبة لدي مين بقى، دي بي تي ماينس 1، تمام. فاحنا كده جبنا مين، جبنا الفلوسيتي بتاعت الويت والفلوسيتي بتاعت مين، بتاعت البايس، حلو جدا. ودي طبعا احنا اتكلمنا فيها قبل كده في حالة المومنتيوم، تمام. وخد من ال ار ام اس بروب ايه بقى، اهو خد منه، خلينا ننزل كده، خد من ال ار ام اس بروب، ال ار ام اس سوري ال ار ام اس بروب، خد منه ايه يا شباب، الايكويشنز بتاعته اللي هي بتاعت الليرنينج ريت، فاكرها اللي هي بتاعت الاس، الاس دي، تمام، بالنسبه اس دي دبليو، صح، اس دي دبليو تي، فكانت بتساوي ايه، بيتا بقى 2 هنسميها دي بيتا 2 بقى، هنختار هن يعني ايه، هنقول ان دي بي 1 ودي بي 2، حلو كده. فهنقول ان اس بي 2، فين الماوس، اهو بي 2 في مين، في اس دي دبليو تي ماينس ايه، ماينس 1 زائد 1 ماينس بي 2 في مين، في دي ال على دي مين، دي دي ايوه دي دبليو تي ماينس ايه، ماينس 1. وقلنا ان دي تربيع لو تفتكر، وشرحناها كويس، وقلنا ان القصه كلها في ايه، في 1 ماينس بي 2، تمام، اللي هو بيحجم لك الزياده الكبيره. ونفس الكلام هنحسب اس مين دي بي بقى بتاعت البايس تي، بتساوي ايه، بتساوي بيتا 2 في اس دبليو في اس دي بي البايس تي ماينس 1 زائد مين 1 ماينس بي 2 في مين، في دي ال بالنسبة لدي بي تي ماينس ايه، ماينس 1 تربيع، تمام. فدي بتاعت مين يا شباب، دي بتاعت الـ RMS بروب اللي هو أصلا بيحاول يحسب لنا مين، يحاول يحسب لنا التغيير في الـ Learning Rate، تمام، إنما دي بتاعت الـ Velocity.
قال لك في حاجة كمان ضيفها بقى عليها، اللي هي البايس كوركشن، حاجة اسمها الايه البايس كوركشن. بايس كوركشن هنضيفها احنا دلوقتي، حسبنا دي صح، اللي هي الفي دي دبليو تي والفي دي بي الفلاسيتي بتاعت البايس. قال لك البايس كوركشن هيكون بالتالي، اللي هو الفي دي هتحسبها للاتنين، الفي دي دبليو تي كوركشن تمام، هتساوي ايه؟ هتساوي اللي هو الفي دي دبليو تي على واحد ماينس بي ون، اللي انت اكنك بتعمل لها نورماليزيشن كده. يعني ايه؟ هتمسك ده شباب اللي هو في دي اللي الويت هتقسمها على واحد ماينس بي ون، ونفس الكلام هتمسك دي اهو هنحسب لها برضو. هنا هنحسب لمين؟ للفي بتاعت البايس دي بي تي تمام، بتساوي اللي هو طبعا دي ايه كوركشن، خلاص كوركشن هتساوي مين؟ هتساوي الفي دي بي تي على واحد ماينس بيتا ون، خلاص كده تمام. وبالتالي احنا كده حسبنا مين؟ حسبنا دي اللي هي النهائية بقى، اللي هي الفي دي بتاعة الويت كوركشن، وبتاعة البايس ايه كوركشن، السرعة يعني الفلاستي تمام، دول النهائيين. نفس الكلام هنحسب لمين؟ لهنا برضو. فهتيجي اهو هنحسب لمين؟ لده. فهنقول اللي هو الاس دي اس دي بتاعة الويت تمام، هنقول ان هي دي كوركشن بتساوي ها اس دي دبليو تي على واحد ماينس بي تو تمام. ونفس الكلام للتانية بتاعة البايس دي بي تي بتساوي اس دي بي تي على واحد ماينس بيتا تو تمام كده، بس دي برضو ايه كوركشن بس. فدي النهائية ودي مين؟ النهائية. دلوقتي بقى أنا عاوز أكتب مين؟ الإيكويشن النهائية خالص بقى، اللي هو إيه؟ الويت الجديد اللي هو تي بيساوي الويت القديم ماينس الليرنينج ريت. إحنا كنا بنقول ليرنينج ريت داش كده صح؟ دي هنشيلها ونعوض مكانها بمين؟ لو تفتكر في الـ RMS بروب والأدا دلتا، إن إحنا بنحط الإيتا الإنيشال على مين؟ الجذر إس دي دبليو تي كوركشن تمام، اللي هي مين؟ اللي هي دي تمام يا شباب، اللي هي دي هتحطها هنا اهو، زائد ابسلون ما تنساش ابسلون، كل ده مضروب في مين؟ في الفيلوسيتي اللي هي السرعة دي، اللي هي في دي دبليو تي كوركشن اهو، اللي هو في دي دبليو تي كوركشن تمام كده تمام. ونفس الكلام هنجيب البايس بي تي هيساوي البايس القديم اهو تي ماينس 1 ماينس الليرنينج ريت على الجذر بين بقى اللي هو اس، خلينا الجذر ده خليه فوق شوية كده عشان ما يتمسحش، اللي هو اس دي البايس بقى تي لمين؟ اللي هي الكوركشن زائد ابسلون، كل ده مضروب في مين؟ مضروب في في دي بايس اللي هي معمول لها كوركشن تمام. بس ده كده الايه، دي كده الفاينل ايكويشنز الخاصه بالادم، اللي هو جمع ما بين المومنتم اللي هي بتمتاز بالفيلوسيتي السرعه، وما بين الايه الليرنينج ريت اللي هو بتعدله اكوردنج للار ام اس بروب تمام تمام فدول انت هتاخدهم وتعوض بيهم تحت. فانا اهو الاس دي دبليو اللي هي الاس دي اهي كوركشن مضروبة في الفيلوسيتي هنا، اللي هي الفيلوسيتي بتاعت الويت اهي كوركشن دي. ونفس الكلام اللي هو مين؟ البايس بيساوي البايس القديم في ماينس الليرنينج ريت على الاس دي بتاعت البايس اللي هي دي اهي الكوركشن، طبعا مضروبة في الفيلوسيتي بتاعت مين؟ البايس كوركشن اللي هي دي بس. فده فكرة الأدم اللي هو الـ Adaptive Momentum Estimation، اللي هو بيجمع ما بين مين؟ المومنتم واتكلمنا عنه قبل كده، والـ RMS Group والـ Ada Delta واتكلمنا عنه قبل كده. فهو بيجمع الميزتين، الميزة اللي هنا والميزة اللي هنا، الميزة اللي هنا اللي هي الـ Learning Rate بيخليه Adaptive عشان يوصله بسرعة، والمومنتم برضو إن هو بيحاول يقلل الـ Noise عن طريق إن هو بيعمل سموز بالـ Velocity تمام. وطبعا الاتنين ماشيين بالكونسبت بتاع اللي هو الـ Exponential Weighted Average تمام.
تمام، فدي شكل الايكويشنز النهائية خالص، تمام، للأدم. تعالى أوريك آخر حاجة اللي هو الجراف بتاعهم أهو، شايف ده؟ ده طبعا بيقول لك ده الجريدينت ديسنت الأحمر، ده المومنتن نتروف، والأدا جراد أهو، والأدا دلتا، والأرم ميس بروب، والأدم. لاحظ أول واحد هتلاقيه بيوصل بسرعة اللي هو مين؟ ده اللي هو الأدا دلتا، الأدا دلتا، وبعديه على طول أم إس بروب. بص ده أدا دلتا، وبعدين الأر أم إس بروب الأصفر أهو الاتنين، وبعد كده الأدم الأسود ده. التلاتة دول يعني أول، يعني أول تلاتة بيوصلوا على طول، اللي هو الأدا دلتا أسرع واحد، وبعد كده الأر أم إس بروب، وبعد كده الأدم. طبعا الأدم ده هو أفضل واحد على الإطلاق، الناس كلها بتستخدمه، بيدي نواتج كويسة وبيوصل برضه بسرعة والكلام ده. فقلنا طبعا الادا دلتا والار ام اس بروب بيوصلوا ليه بسرعه، لان هما بيشتغلوا على ان هما يعدلوا من الليرنينج ريت، تمام، فبيوصل بيهم بسرعه. كان مين اللي اصلا ابتدع فكره تعديل الليرنينج ريت؟ هو مين؟ هو الادا جراد اللي هو الادابتيف جريدنت ديسنت. لاحظ اهو ماشي اهو، ده ابطا، يعني ابطا منهم. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو الالفا بتاعته بتكون كبيره جدا، وبالتالي بتقلل الليرنينج ريت، فبيوصل بالراحة، تمام، بيوصل ببطء اهو. وفي النستروف كان جاي متأخر اللي هو الأزرق ده، وبعدين وصل بسرعة. بص النستروف ده هو متأخر اهو، وبعد كده لما طلع انطلق. ده احنا مش شرحناهوش. ده في فاضل ايه تاني؟ فاضل اتنين، عندنا الجريدنت ديسنت والمومنتم. لاحظ الجريدنت ديسنت الأحمر والمومنتم الأخضر اهو، المومنتم طلع اهو. بس المومنتم طبعا احنا قلنا ليه، هو كان ممكن يستق زي الجريدن ديسنت. يعني لاحظوا الجريدن ديسنت اللي هو الاحمر ده هو الوحيد اللي استق، مش قادر يطلع. بص اهو استق هنا، دي اسمها سادل بوينت، اللي هي ماكسيموم ولا هي مينيموم، فدي مشكلة بالنسبة للجريدن ديسنت، ما بيعرفش يطلع منها، وبالتالي هتلاقي ان هو استق هنا ومش عارف يطلع. اللص عنده مش عارف يطلع من اللص، يروح لأقل لص. انما المومنتم، المومنتم قلنا عشان ان هو بيكون معاه فيلوسيتي سرعة، هو جايب يعني اكنه كده سايق عربية ودايس على البنزين، فقدر بعد معاناة ان هو يطلع من السادل بوينت اهو الاخضر ده. انما الجريدينت هو الوحيد اللي استك. فده ملخص كده اللي احنا الاوبتمايزرز اللي احنا اتكلمنا عليها بالايكويشنز بكل حاجة. اتمنى يا رب تكون الدنيا واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.